الحمد لله الحمد لله الباري البريات الحمد لله الذي جعل الجمعة من أعظم أعياد الإسلام والجمعة لجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام. أحمده تعالى وأشكره وأسأل الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفى ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراكبوه مراكبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في ساعة الأولى وكأنما قرب بطنه ومن راح في ساعة الثانية وكأنما قرب بقره ومن راح في ساعة الثالثة وكأنما كرب كبسا أكرم ومن راح في ساعة الرابعة وكأنما كرب دجاجة ومن راح في ساعة الخامسة فكأنما كرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تصغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله تعالى افترض عليكم الجمعة في مكامي هذا في يومي هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة ومن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استحفافا بها أو جهودا بها فلا جمع الله سمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له
ألا ولا صوم له ألا ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول لينتهين أقواما عن وجههم الدمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليقولن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك الجمعة ثلاثا كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نفذ الإسلام وراء ظهره. وعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل أما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى. وقد قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت علمت نفس ما قدم وأخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة حدنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ بنفسه وسنى بملائكة قدسه وسلس بالمؤمنين من عالم جنه وإنسه فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها أسرا. وفي الرواية من صلى عليه أسرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من الأذى. فعليكم بإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك عند الله أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المقتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة أماتك بسواب سهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن موفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقية لا زالت إلى أولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين
ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين والمسلمات ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا وباء تحضر من جميع ذلك بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارفعنا الجهد والجوع والغلي واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.